موجود والمستشفيات عندها تعليمات باش تمشي للباستور وتهز اللقاحات، ما كانش مشكل. كان فيه بيرتيرباسيون تاع اللقاح تاع 3 أشهر، سوينا الوضعيه ما بقاش مشكل. الكميه المطلوبه كافيه، وقع خلل في اللقاح تاع الناس الخاصين في 3 أشهر. امس اعطينا تعليمات وصلح الامر في النقاط اللي كان يخص فيها، وخلال نهايه هذا الاسبوع هذا كل الولايات عندها الحصه نتاعها من دون استثناء. ان كانت هناك ولايه ما جاتش تدي الحصه نتاعها، ليس معنى هذا انه اللقاح يخص، اللقاح متوفر والادويه متوفره. كما أكد وزير الصحة عبد الملك بوضياف على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بالبرلمان أن لجان التفتيش بصدد الانتهاء من إعداد التقرير النهائي لحالة المستشفيات. وأضاف كذلك الوزير أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل مدير، سواء تقاعس أو في أداء مهامه أو حتى أداها على أكمل وجه. أكثر تفاصيل في ميكروفون عادل زيدي. العمل تاع اللجان انتهى، عندنا الحوصله كامله، احنا قاعدين نديروا في السنتاز تاعنا، وقريب جدا ان شاء الله نعطيكم الوضعيه العمل اللي واش توصلنا ليه. علاش نروحوا للعقوبات؟ علاش ما تقولوش هل فيه يعني لا علاش ما تقولوش هل فيه يعني مدراء اللي يحتاجوا اللي يستاهلوا تشجيع كفاءة؟ احنا ما لازمش دائما نروحوا نديروا الردع الردع الردع. كشف وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري عن تعميم ترسانة تكنولوجية لقطاع الفلاحة من أجل التحكم في القطاع وضمان الأمن الغذائي، خاصة بعد التجربة التي عرفتها ولاية سيدي بلعباس كنموذج لبعث آفاق مستقبلية في إصلاح المنظومة الفلاحية. ومزيد من التفاصيل في ميكروفون عادل زيدي. سنسعى على مستوى قطاع الفلاحة على أن تكون هذه التجربة المثمرة والناجحة على أن تعمم على سائر التراب الوطني وعلى كل المستثمرات الفلاحية، لأنه إذا نسعى بكل ما أوتينا من قوة من دعم الإنتاج وتوفير الإنتاج على مستوى التراب الوطني، فهذا لن يتحقق إلا بالرجوع إلى هذه التقنيات وإلى هذه الأساليب الجديدة. وأعلن وزير الفلاحة من جهة أخرى عن فتح تحقيق معمق على مستوى ولايات الوطن تقوم به لجان رقابة لمدة 6 أشهر للوقوف على الأراضي الفلاحية التي هي بصدد تحويلها من قانون الانتفاع إلى قانون الامتياز. وأضاف نوري أن التقرير النهائي يكون على طاولة الوزير الأول عبد الملك سلال لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وإذا كان وجد هناك أشخاص آخرين غرباء، ممكن تسمحوا لي أن نستعمل التعبير، انتهازيين يستغلون الفرص للتحكم في بعض الوعاءات العقارية، فعملية التطهير سمعتم السيد الوزير الأول أعطى تعليمات صارمة على أساس أن هؤلاء المواطنين الذين لا يرغبون في الاستثمار في الميدان الفلاحي فتسحب لهم قرارات الاستفادة فورا. هناك فرق راهي تتجول على مستوى كل ولايات الوطن، وستعيد تقريرا مفصلا للسيد الوزير الأول، وستتخذ قرارات صارمة ضد هؤلاء الأشخاص إن وجدوا. في ذات القطاع، تمكن شاب ببلدية عين فكرون بولاية أم البواقي من اقتحام عالم الفلاحة إلى جانب خلق مناصب عمل تساهم في تنمية الاجتماعية بالمشات النائية، بالرغم من ضعف الاهتمام وغياب إرادة قوية من شأنها تحفيز شباب القرى والأرياف على الاستثمار في قطاع الفلاحة. المزيد من التفاصيل في تقرير رشيد مقدم. بعزيمتهم وتحديتهم، شباب يحاولون الارتقاء بتنمية قطاع الفلاحة والتنمية الريفية من خلال الاعتماد على إمكاناتهم الخاصة بعيدا عن بيروقراطية الإدارة التي لا وصف لها. قوة هؤلاء تكمن في حماسهم وإيمانهم بالتغيير ومواكبة الواقع المعاش. والعينة من دوار سيديونيس ببلدية عين فكرون شاب أبدى استعدادا للتضحية والعمل بغية تحقيق أهدافه، فكان النتيجة
روحاني هواري تحدى كل الظروف والعقبات وخرج للعمل في مجال تربية الماشية وأبقار الحلوب ليقتات ويسهم في خلق مناصب شغل قارة بالرغم من مشكلة اهتراء المسلك الريفي التي لم تقف عائقا أمام تحقيق مشروعه الفلاحي. ثالث حاجة قضية العلف والتبن باش نوصلوه لهنا تسمى الطريق واعرة واحد ما يجي مصالح البلدية مصالح الولائية قدام خطر احنا نقدمه في شكاوى تاعنا ما هي خطرة ما هي زوج ما هي ثلاثة قاعدين نعطونا في وعود كذبة كل خطرة يقول لك برب إن شاء الله ثلاث شهور احنا نقوموا بالإجراءات برب إن شاء الله خمس شهور لحد الآن ما كان ولو ونتمنى ويعاونوا الشباب لأنه رئيس الجمهورية قاعد يقول لك نشجع الشباب باش يروحوا يستمروا في ميدان الفلاحة احنا جينا استمرنا بصح ما لقينا والو الحمد لله كم قاعدين نشوفوا احنا قاعدين نعانيوا. وما هذا إلا مظهر من مظاهر القاطرة السليمة التي ترسخت لدى أبناء دوار سيدي يونيس حتى صارت هي الأساس، وبالتالي فالعمل حق في الشباب كما أن للشباب حقوقا في توفير عوامل الاستقرار الاجتماعي. إلى ولاية ميلا، فهناك كلب مسعور اعتدى على 13 مواطنا وألحق بهم أضرارا متفاوتة، منهم شاب في 14 من عمره وطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بعين البيضاء حريش وفرجيوة في ميلا. يبقى دور إذن المصالح البلدية في مثل هذا النوع من الحالات غائبا، خاصة محاربة الكلاب الضالة. وبولاية ورقلة اهتز سكان حي الكم بأفرن 40 كيلومتر عن مقر الولاية لخبر وفاة الطفل سنوسي محمد الصافي صاحب 9 سنوات وهو تلميذ في السنة الرابعة ابتدائي. تعود إذن حيثيات الواقعة حسب تصريحات أهل الطفل إلى أنه أراد الاستحمام من بئر تقليدي بسبب انعدام مياه الشرب في الحي لمدة 5 أيام وعدم توفير السلطات المحلية لصهاريج الماء. وعندما أراد الطفل قطع التيار الكهربائي ويداه مبللتين أصيب بصعقة كهربائية طرحته قتيلا. الأخضر ديب عاد لنا بهذه الأصداء. مات الطفل وراح ضحية، هنا دايرين بير نفكوا به بالعجلة، رانا البذ عادوا بايروحوا يقروا يقضوا البير يسقوا جاي لحي وحال في التريسيتي ضربته التريسيتي وراح الضحية فيها هوية المسؤولين. هذا في 5 أيام وهي العين محابسة وسي المير قال لك راني ما عنديش كل بها أخبار والأخر وين هذه عايشة سكان وين هذه الحوايج لها، هذه راه كل تهاون من المسؤولين. محليا دائما وإلى غردايا، حيث كشفت الضحية المدعوة خضرة خليلي بنوح ذات 45 سنة والتي تعرضت إذن إلى جريمة اغتصاب وقطع أذنها بمنطقة ياتزوز بولاية غردايا، كشفت بعد خروجها من غرفة العمليات بمستشفى ترشين إبراهيم أين كانت ترقد بمصلحة الجراحة حقيقة ما حدث لها في إفادة لتلفزيون النهار، مؤكدة أن شقيق زوج ابنتها هو من قام باغتصابها وقطع أذنها وليس زوجها، مضيفة أنه مسك سكين من مطبخها بعد اقتحام منزلها وقام بإرغامها على شرب الخمر وتعاطي الحبوب المهلوسة قبل أن يضربها كما قالت على رأسها في هذه الجريمة. عاصم بخاري عدلنا بالتالي. وجه خابط سكران طابطة شياته مدعو لقاء عشي يجبد لي من شعري يقول لي أنا تكذبي راوانا وتتكذبي عليا مطلوبين كوبين خوك ونعلب علينا وشدلي بالشعر عاش يضرب فيا على الوجه قبل يضربني على الوجه ومن بعد شدلي من الشعر عاش يضربني من هاد الجهة على البينور تاع لادوش هيا راح الكوزينة جاب الموس لطولي جاب الموس تقطعت ودني أنا كي شت تقطعت ودني دخت أنا في لادوش دخت عشا يشرب فيا في الكاشية مش عارف جاب لي الشراب عاد يسكر فيا أنا عاش يسكر فيا ونطبع فيه هاو الموس ضرب الموس هنا وضرب لينا شد الموس عشا يفرسي فيا درع يشرب فيا درع عاد نقول له طبع لي روح خرج روح خرج عاد يقول لي ما نخرج نقعد هنا نغتصبك. هذا وقد بشرت مصالح ودرك الوطني تحقيقاتها إذن تحقيقات معمقة في القضية ومساءلة إذن لكل من زوج ابنتها وكذلك شقيقه وزوجها السابق وشخص إذن رابع كان يتواجد بمكان ارتكاب هذه الجريمة.
حكم الخميس رجل أعمال أصدر 4 صكوك بدون رصيد، استلمها تاجر سارع إلى إخطار مصالح الأمن وإيداع شكوى ضد المتلاعب بالقانون. هذا الأخير أنكر فعلته عند امتثاله أمام محكمة شراغة محاولا التنصل من التهمة مبررا إياها بكونها صكوك ضمان لا أقل ولا أكثر. المزيد في ميكروفون أمينة خليل. أقدم رجل أعمال وصاحب مصنع بالصوالي على إصدار 4 صكوك بدون رصيد لشيخ طاعن في السن تجاوزت قيمتها 580 مليون سنتيم. المتهم وخلال مثوله أمام المحكمة أنكر التهم المنسوبة إليها. تماطل رجل الأعمال في تسديد قيم الصكوك دفع بالضحية لإيداع شكوى ضده. وإزاء هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام 2 حبس نافذة مع غرامة مالية بقيم الصكوك. كانت معكم أمينة خليل لتلفزيون النهار. هذا وقد التمس الخميس وكيل الجمهورية لدى محكمة بير مراد رايس بالجزائر العاصمة عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق 4 أشخاص وجهت لهم تهمة حيازة المخدرات بغرض التعاطي والاتجار بها. المحاكمة إذن جرت دون استدعاء المتهم الرئيسي المدعو الأزرق الذي أبلغ عن زملائه وضبط بحوزته كميات من الكيف المعالج والكوكايين. حسام نديل شهاب.